كشفت أسرة الشاب السوري محمد حسن موسى الذي قتل في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم أن تهمة السرقة ملفقة لابنها، وأن الشخص الذي يظهر في كاميرا المراقبة ليس هو ابنهم القتيل، مؤكدين أن الفيديو تم تعديله بواسطة برامج. وطلبت أسرة الضحية عشائر النعيمة في بيان نشره ابن عم الضحية علي موسى عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفقا لما ذكره موقع سوشيال يومه الاثنين بفتح تحقيق بقضية مقتل ابنهم وعدم السكوت عنها. وأوضح ذات المصدر أن الذي ظهر في الفيديو شخصية غير شخصية المغدورة، حيث غير لباسه وهو مقتول، إذ أن لون الجاكيت بالفيديو أبيض ولونه هو مقتول يرتدي لباسا أسود، مشيرا إلى أن هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها، علما بأن الفيلا بأكملها محاطة بالكاميرات بما فيها الغرف الداخلية. وتساءل بيان عائلة الضحية بالقول، كما ذكر الإعلام اللبناني بأن المغدور قد دخل إلى غرفة بنات نانسي. هل يستطيع أحد أن يفسر كيف أصيبت نانسي؟ هل من المعقول أن يقوم الشخص بمفرده بالسطو على فيلا نانسي عجرم؟ وهل النقود التي سرقها على زعمهم لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحط الجثة من مكانها؟ وأبرز البيان أن هناك ادعاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر أي شفرة للكاميرات عدا شفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت في ختام البيان بفتح شفرة جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ إن هناك قص وتعديل للفيديو الذي تم نشره.